مايك ماسي، بولا يعقوبيان، نيشان، تاني عوض غرة، زاهي وهبي، سلام الزعتري ووسام دلاتي، نجوم اجتمعوا ليقدموا 12 قصة بأصواتهم، قصص أطفال كتبتها رانيا الصغير فكان رن رن يا جرس. خلي المستمع يختبر القراءة بأحواس مختلفة، مش بس بالنظر بالمليمترات الصغيرة اللي بتدقر الورق هي وعم بتقلب صفحات الكتاب، لا، بدنا بالسمع وبالتخيل. نحنا نحترم الطفل، نحنا بدنا أعمل قد ما فيه لنخلي الذائقة الفنية والطربية والسمعية والأدبية عند الأطفال يرتقوا فيها من خلال هيك أعمال. تجربة منا جديدة ولكن فيها نكهة خاصة، لأنه أصلاً رانيا رفيقتي ونحنا كنا سوا يعني من أول ما بلشنا، هي من أول ما بلشت كتابة. مشروع تربوي ثقافي ترفيهي خيري سيدعم صندوق بريف هارت لمعالجة أكثر من 350 طفلاً ولدوا مصابين بقصور في القلب، وهكذا يحقق رن رن يا جرس هدفين. رح نفرح قلبين، كل ما حدا أخذ سدي في مصاري رح تفوت لعملية قلب لطفل بده قلب يكون منيح، وفي طفل رح يقرأ أو يسمع هالسدي المهضوم الأخوات المجنون يلي عم نصرخ ونغني فيه ورح ينبسط قلبه. عم بتشجع أطفال إنه يقروا بالعربي بهالزمن اللي اللغة العربية يعني مرذولة من عند أهلها. المطالعة والقراءة لا يمكن أن تموتا، والدليل قصص رانيا الصغير للأطفال، قصص وقلوب تنبض بالحياة في رن رن يا جرس.